في النهاية تبدو استراتيجيات الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني واضحة جلية، خاصة في غزة وتجاه ما تبقى من فلسطين التاريخية. وهذا الفكر قائم على الإبادة والتطهير العرقي، ويتجلى بوضوح في منهج إبادة الأطفال في غزة بدون أي قواعد إنسانية أو أخلاقية أو قيم إنسانية، استناداً لفتاوى حاخامات متطرفين إسرائيليين يدعون إلى سفك دماء الأطفال والنساء للقضاء على النسل الفلسطيني، وخشية أيضاً سيره على نهج الآباء والأمهات والأجداد في الدفاع عن الأرض والحق الفلسطيني. ولأنهم بالطبع سيكونون الجيل الجديد أيضاً من المقاومة الفلسطينية، ولا يستثنى في هذه المحرقة حتى الرضع الذين يتم القضاء عليهم بدم بارد وبأسلحة غاية في الوحشية بشكل غير مسبوق، وخاصة أنه قد ثبت أنه لم يتم استخدام أسلحة مماثلة لها في التاريخ الحديث، حيث أنها تؤدي إلى إصابات غير مألوفة للكبار والصغار على حد سواء، وتتسم أيضا بالوحشية لما ينتج عنها من تقطيع الرؤوس والأطراف وتهتك الأحشاء، سواء في تجمعات المدنيين أو في المنازل أو في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين قسرا. ولذا فإن الاحتلال مما لا يدع مجالا للشك يضرب بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط، ويمارس إرهابا منظما، ويتعمد قتل الأطفال والنساء بلا أخلاق وبلا رحمة في جرائم حرب مكتملة الأركان أمام العالم. من ضحايا الاحتلال على سبيل المثال وليس الحصر هذه الطبيبة الشابة الدكتورة ياسمين وطفليها أسامة وأنس، وحتى عصفورهم لم يسلم من هذه المحرقة والإبادة الجماعية. وأما السؤال الآن فهو متى تلاحق المحكمة الدولية الجنائية الدولية وغيرها أيضا هؤلاء من مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يستهدفون الأطفال وبشكل ممنهج ومقصود ويزجون بهم في محرقة تاريخية لم يشهد لها العالم مثيلا وتحولت إلى إبادة جماعية.